والسلام على إمام المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه فقد أقدارا وضرب لهم آجالا وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فما شاء سبحانه وتعالى لعباده كان وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأسوتنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله تعالى من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى للأمانة ونصح للأمة وكشف بإذن ربه الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، فصلى الله وسلم عليه وعده وأتمه هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. ثم أما بعد، أيها الثوار الأحرار، أيها الأبطال المرابطون في الساحات والميادين، في هذا اليوم الأغر الذي نعلن في ثورة عدالة قضيتنا، لا بد أن نجدد إيماننا بمشروعية ثورتنا السلمية. أيها المرابطون الثوار الأبطال الأحرار، إن هناك عدة ملامح تمتلئ خللا ارتكبها النظام السابق البائد الذي يملك بعض البقايا البئيسة اليوم. نقول أيها الأحرار المرابطون، إن عدالة قضيتنا تكمن في عدة أمور. ألم نحرم من حقنا في العيش الكريم؟ ألم تنهب حقوقنا؟ ألم يقتل جمع من اليمنيين على حدود بعض الدول المجاورة بحثا عن عيش ولقمة عيش كريم؟ ألم تصادر الوظيفة العامة لصالح السلطان وأزلامه؟ ألم تصادر؟ ألم تنهب أراضي وعقارات الدولة؟ ألم يجير القضاء لصالح طغمة فاسدة وشلة رديئة؟ ألم تبزق البلد معنويا في نفوس بعض اليمنيين حتى كدنا أن نفقد وحدتنا لولا فضل الله تعالى علينا؟ ثم هذه الثورة الرائدة السلمية التي سيسطرها ويخلدها تاريخ الدنيا بأسره، لا تاريخ اليمن فحسب. أيها الإخوة الأحرار، ألم يزج هذا النظام الفاسد البائد باليمنيين إلى حروب لا طائل منها لكي يحافظ على قصوره وكراسيه؟ ولنحرر وإياكم قاعدة بين قوسين عريضة، لنحرر قاعدة عريضة أيها الأبطال الثوار الأحرار. إن عبادة القصور ديانة خسيسة، إن عبادة القصور ديانة خسيسة خلقها الحكم الفردي وزحم محاريبها الأقزام والأفاقون طيلة عقود في هذا البلد، وهكذا يكتب التاريخ. واليوم أيها الإخوة الأحرار المرابطون، ونحن في ثنايا ثورتنا الرائدة السلمية، ألم يقتل هذا النظام منا رهانا بئيسا على أن يقلب ثورتنا عن نهجها السلمي الرائد؟ نحن اليوم من هنا نعلن صيحة واحدة معقدة مركبة غير قابلة للتفكيك، ثورة حتى النصر بإذن الله، والذي أصبح وشيكا قريبا. لم يذهب النظام ليزيل الأسباب التي ثرنا من أجلها، بل ذهب ليقتل
ذهب ليشرد، ذهب ليسجن، ذهب ليفعل أفاعيل باطلة غير مقبولة عالميا وحياتيا وفي سنن الحيوان قبل أن تكون في سنن الإنسان. ثانيا أيها الموحدون المرابطون السائرون، يا من كسرتم حاجز الصمت الذي صمتت عليه عقودا بعض النخب حتى المثقفة، إننا اليوم أيها الإخوة الكرام لا بد أن نتحقق أن بقايا النظام الذين يحيكون المؤامرات البائسة الرديئة، إن بقايا النظام الذين يحيكون المؤامرات البائسة المقيتة على هذا الشعب قد فقدوا مشروعيتهم، قد فقدت بقايا النظام، إن بقايا النظام البائسة اليوم قد فقدت مشروعيتها، كما اتفق على ذلك عقلاء اليمن جميعا وعقلاء العالم أجمع، ونص على ذلك دستور الجمهورية اليمنية الرائع العظيم، واتفق على ذلك علماء آل بلدي علماء الشريعة في هذا البلد العلماء الصادقون الربانيون الذين قالوا كلمتهم دون ممالأة أو مجاملة للسلطان، قال العلماء كلمتهم بأن هذا النظام كما فقد شرعيته دستورا فقد فقد شرعيته شرعا. أيا سادة الكلمة، يا كاسري حاجز الصمت الذي طال واستمر، لا بد لنا اليوم أن نحذر جميعا، لا بد أن نحذر سلاح الإرجاف والمرجفين والمشككين والمندسين في صفوفنا، إنها سنة الله، سنة الله جل وعز، يوم أن يقوم أناس ثائرين على البغي والظلم والاستبداد والاستكبار يهب النظام ويجيش أبواقه، أبواقه التي دب اليأس إليها طيلة أشهر، يحاولون أن يفلوا من عزيمتكم، فنقول انظروا إلى هذا الميدان، انظروا إلى هذه الساحة، فلتحذروا السماع وانتبهوا من قول الله تعالى وفيكم سماعون لهم أن يصيبنا، احذروا من مكر هؤلاء وكيدهم، ولتعلموا أن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم يمت الإمام يحيى؟ ألم يمت الإمام أحمد أبناء حميد الدين؟ وكانت قاعدة عريضة كبيرة من أبناء هذا الشعب تمجد وتسبح وتطبل وتزمل، لكن الحقيقة فرضت نفسها، إنكم اليوم تمتلكون قاعدة أعرض، بل هي الأعرض في تاريخ الثورات. وانظروا أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى هذه القاعدة في هذه المدينة، مدينة صنعاء، تخرج رغم الحصار الخانق لتقول لا للنظام، وليسقط النظام وأزلامه. فلتطمئنوا أكثر إلى أن ثورتكم قد مضت لتحقيق أهدافها ولن تعود. يا سادة الموقف، يا سادة الكلمة، يا كاسري حجاب الصمت، يا رواد جمعة ثورة حتى النصر، لنقولها الآن جميعا، ثورة حتى النصر، ثورة حتى النصر، ثورة حتى النصر. أيها الموحدون المرابطون الأبطال الأحرار، لا تحتقروا إنجازات ثورتكم، ولا يفلكم الإعلام الرسمي الكاذب الماكر، فإن ثورتنا قد نجحت. قالوا ماذا نريد؟ خرجنا لله أولا، ثم خرجنا لأجل وطن نحبه، وطن نحبه، نكن الحب لترابه، لحصاه، لوديانه، لصحاريه، لبحاره، لجباله، لكل شبر في ثراه، متمثلين حال يحيى بن خالد يوم أن بنى يحيى بن خالد وأهله وأقاربه في زمن الرشيد، بنوا بيوتا وقصورا طلوها بماء الذهب، جاءوا فيها بالخدم والحشم، تجري مياه الدجلة والفرات من تحتها،
فكانوا لا يقرون ولا يستريحون في تلك القصور وفي تلك الدور، كانوا يذهبون إلى صحراء قفر هي ديارهم، عمروها بماذا؟ عمروها بالخيام الهشة. كان يحيى بن خالد وقومه يتركون القصور والدور ويذهبون إلى خيامهم الهشة، يتلذذون بسموم الريح. السموم هو الريح السامة تأتي على وجوههم وأنوفهم. فعوتب يحيى بن خالد وقومه، لماذا تتركون دوركم وقصوركم وتذهبون إلى تلكم الخيام؟ فقال يحيى بن خالد، ونحن نقول كما قال يحيى بن خالد، أنتم تقولون ما يقول ابن يحيى بن خالد، لا كما يفعل من يخرج الجنسيات الكندية والأوروبية على كل حالة. وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وقد تستعذب الأرض التي لا هو. ألم تعر الباطل والاستبداد وأعوانهما؟ ألم تجعل الشعب يعرف الحقيقة؟ لقد عرفتموه أعداءه المفسدين والمتآمرين المحليين والدوليين. فبعض الدول لا تريد للشعب اليمني العظيم، للشعب اليضم العمل اليمني المغوار، أن يملك قراره حرا كريما، بل تريده أن يعيش تبعا خاضعا للوصاية. فهيهات هيهات هيهات، قد ولى زمن الوصايات، فقد عرف الشعب طريقه. أيها المؤمنون الأبطال الأحرار، عباد الله، إن معركتكم مع الظلم والاستبداد والاستكبار ليست محلية فحسب، ولكنها معركة مع قوى الظلم والاستبداد والاستكبار في الداخل، وامتدادها دولي ودولي. لذا على الشعب أن يهب ليحافظ على حقوقه وعلى مكتسباته وعلى القيادات الوطنية. تقع مسؤولية تاريخية كبرى لا بد أن تعنى بدورها وواجبها. يا أحرار اليمن، يا سادة حريته اليوم، يا عملنا الذي نقوم به اليوم عمل وقتي موسمي، لا ورب الكعبة، إن العمل الذي نقوم به اليوم عمل مقدس لا بد أن يستمر في حياتنا. متى رأينا ظالما مستبدا مستكبرا يريد أن يستبد بنا فنقول له قف، لا مجال لاستبدادك بنا اليوم، فقد عرفنا خياراتنا. يا رواد الحرية والكرامة، إنه بعد ثورة دخول الإسلام في هذا البلد، بعد ثورة دخول الإسلام في هذا البلد، لم تحقق ثورة ما أهدافها كما حققت ثورة الشعب اليمني المباركة هذه أهدافها كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن التحولات الكبرى في حياة الشعوب تحتاج إلى عقول راجحة وتجارب ناضجة وأعمال عميقة وراسخة، وعليكم بالصبر والمصابرة. واعلموا أن في تأخر النصر وقطف الثمرة إعدادا للنفوس المتهورة والمتعجلة، وصقلا للمواهب، وإعدادا واستعدادا لمرحلة البناء والتمكين بعيدا عن الرعونة والخفة والطيش. ولتعلموا أن ثمن البناء والعدالة باهظ جدا لا بد أن ندفعه نحن اليوم، وقد دفعنا منه ما دفعنا وسنظل ندفع حتى نحرر المرابطون. اليوم باسمكم أنتم نتوجه برسالة شكر وتقدير، شكر وتحية لأبناء القوات المسلحة الذين ناصروا هذه الثورة ووقفوا إلى جانبها وإلى صفها، فهم بانضمامهم لم يقفوا إلا إلى جانب الحق. فالتحية لكم على نصرتكم يا أبناء القوات المسلحة والأمن والحرس الجمهوري، التحية لكم على تضحيتكم، التحية لكم والشكر لكم على صبركم، الشكر والامتنان لكم على بذلكم،
الشكر لكم والتحية لكم على إثباتكم أن الجيش هو ملك للشعب وليس ملك لأحد، لا لنا لا لنظام مستبد.